السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكما تكلمنا سابقا عن القطان الأخرى ولائحة طويلة، وهذا كذلك تنويع من الله سبحانه وتعالى، يكفي أن نتبع ما خلق الله في هذه الطبيعة فهو كافي للبشر. ثم تنويع من جهة أخرى أن القطاني تشترك في كل مكونات، ولكن هناك أشخاص يفضلون الحمص وآخرون يفضلون الفول، أشخاص يفضلون الفاصوليا، أشخاص يفضلون العدس. ولذلك هذا التنويع هو على جاء على اختيار الناس، أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وخلق لهم كل هذه الأشياء. فالحمص يشترك مع القطاني الأخرى في مكون حمض الفوليك والمولبدان، كذلك البروتينات والألياف الخشبية الدائبة، ثم يشترك معها في كونه يحتوي كذلك على النحاس. والقطاني هي غنية بالكلور والفوسفور وكذلك الكبريت. لماذا غنية بالكبريت؟ لأنها غنية بالبروتينات، وهذه البروتينات تحتوي على بعض الحمضيات الأمينية المكبرتة، يعني فيها روابط من الكبريت، فلما تحلل داخل الجسم فهي تحرر هذا الكبريت، ثم يذهب إلى الدم طبعا. ونعلم جيد أن بعض الأملاح يعني مثل الكلور ومثل الفوسفور هي مهمة جدا، خصوصا الكلور، لأن الكلور هو الذي يقي الجسم من التقرحات الجلدية ومن تساقط الشعر والأظافير وما إلى ذلك. ثم أن الفوسفور هو موصل عصبي كذلك الجهاز العصبي، والفوسفور ضروري لأنه يوجد كذلك في الحمضيات النووية لجميع الخلايا. الفوسفور يعني مع المغنيسيوم والكالسيوم، هذه الأملاح تعمل كذلك على المزاج وعلى تهدئة الأعصاب، وهذه التيارات العصبية الزائدة التي نسميها الإكسترا إكسيتيشن، هذه لا تكون عند الأشخاص الذين يعني تتوازن تغذيتهم. ولذلك هذه القطاني فخلقها الله سبحانه وتعالى ليس لتسد يعني حاجة الجسم من البروتينات، وإنما كذلك ليقي بها الله سبحانه وتعالى هذا الجسم. خصوص وأن حمض الفوليك الآن مهم جدا للمصابين بالسكري، مهم جدا للمرأة الحامل لأنه يساعد على تكون المخ، وحمض الفوليك هو حافظ من السرطان. الحمص الطري فيه فيتامين سي أكثر من اليابس، ولكن حمص اليابس كذلك فيه فيتامين سي، وفيه مكون نياسين B3. هذه الفيتامين B3 هي جيدة كذلك لاستقلاب السكريات، وهي تساعد المصابين بالسكري على استخراج الطاقة من السكريات بسهولة. هذه أشياء يعني تمتاز بها القطاني. والحمص كما أقول هو يعني يشترك مع القطاني في المولبدان والفوسفور والأملاح المعدنية الأخرى، ولكن ينفرد بهذه الأملاح مثل النحاس والنياسين ومكون فيتامين A ومكون فيتامين C. والفيتامين A نعلم أنه مهم جدا لأنه لتخطو الدم، لكن يجب ألا تكثر النساء من الفيتامين A خصوص في الشهور الأخيرة، لأنه يجمد الدم وقد يكون هناك مشكل. فعلي من الأحسن أن تستهلك النساء الحوامل القطاني والحمص على الخصوص يعني في الشهور الأولى، ومهم جدا إذا كان منقوع في الماء إلى مستوى أن يستنبت، فهو يعطي حمض الفوليك أكثر من الحمص اليابس. ولكن عموما القطاني معروفة بحمض الفوليك ومكون المولبدان، ومكون المولبدان هو الذي يقي الجسم من تسممات الكبريت، خصوص هذه الغازات التي نستنشقها من الهواء يعني من جراء التلوث. فهذا المولبدان، معدن المولبدان، هو عمله أنه يحفز هذا الأنزيم الذي يستخرج أو يحلل مكونات الكبريت داخل الجسم، هذه السلفيت أوكسيداز. وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق منظم ومدقق جدا، لأن لا يمكن أن ترقى العلوم إلى تفسير بعض التعقيدات في خلق الله سبحانه وتعالى. هي من معجزات هذا الخلق أن الأنزيمات والهرمونات أنها تضبط الجسم. ولذلك لما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام من تراب ونفخ فيه من روحه، فهذا النفخ هو يعني كل شيء، يعني الحياة. ومعنى الحياة
أن الجسم يحيا ويحيا بهذه الهرمونات وبهذه الأنزيمات، فهو يأخذ طاقة بالأنزيمات وهو يقي نفسه بالهرمونات وبالأنزيمات، وهو يتخلص من الأمراض بالأنزيمات وبالهرمونات، مكونات أخرى يعني مثل المضادات للأكسدة، مثل أشياء كثيرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى للبشر دون أن يلتجئ مثلا إلى أدوية. فتم الخلق وتمت التسوية كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فتركيب الإنسان على هذه الصورة هو اختارها الله سبحانه وتعالى من أجمل الصور في الطبيعة. ليس هناك خلق يعني يشبه يعني صورة الإنسان ولا حتى حركات الإنسان. أنا نلاحظ أن لاعب الكرة مثلا يجري بكرته، وأن الشخص يمشي على دراجة يعني دراجة عادية يركب عليها ثم يأخذ توازن على رجل واحدة، وهناك من يقطع نهر على حبل أو على يعني عمود. فهذه حركات جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، أنه يسبح في الماء وأنه يتسلق الجبال وأنه يمشي على رجلين ولا يمشي على أربع، على رجلين يعني، وهذا خلق يمتاز به الإنسان. فأنا أقول دائما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الجسم في توازن وفي تدقيق، وأحسن الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. ولا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى بشر ويكرمه يعني ويسخر لكل شيء في هذه الطبيعة ولا يخلق له أشياء في الطبيعة. فالطبيعة فيها هواء يعني لا حياة بدون هواء، والكرة الأرضية هي الكوكب الوحيد الذي فيه هواء، في أكسجين في الهواء، يعني كاين كواكب أخرى فيها كبريت عوض الأكسجين. ثم أنه خلق الماء، والكوكب الوحيد الذي فيه ماء هو الأرض، ولذلك هو خلق كذلك القوت. مكونات الحياة الثلاثة هي الهواء أكسجين، هي الماء يعني، وهي كذلك القوت. ثم لما تجتمع هذه المواد في الجسم، إذا نقص أحدها فيكون الجسم في حرج. إذا نقص الأكسجين يكون الجسم مريض، إذا نقص الماء أو تلوث يكون الجسم مريض. كذلك التغذية إذا نقصت عناصر غذائية يكون الجسم كذلك ناقص. يعني يلاحظ الناس أن تركيز الحديد مثلا في الدم إذا نقص 0.4 أو 0.5 يحس الشخص بضعف شديد. يعني مش ضروري ينقص بجرام يعني، ولكن ينقص 0.6 ونحس بالأنيميا وبفقر الدم. ثم أن الحديد فيه بأس شديد كذلك لجسم الإنسان، لأن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، منافع نعم نعمل به، ولكن هذا البأس الشديد كذلك في جسم الإنسان. لما ينقص الحديد في الجسم طبعا نحس بضعف وليس هناك قوة. الأملاح المعدنية كلها ليس حديد، ولكن لا يحتاجها الجسم يعني بكثرة. إنما الآن العلم الحديث أنه يحاول أن يغني المواد الغذائية بالفيتامينات وبالأملاح المعدنية، هو هذا خطأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أغنى جميع ما خلق في الطبيعة، ولكن الخطأ ليس في تركيز المكونات مثلا في الأغذية، إنما الخطأ في الامتصاص. فإذا مثلا كان الجهاز الهضمي لا يمتص، فما يجدي ولو أعطيناه مثلا كمية 3 أضعاف أو 4 أضعاف من الحديد، فبالعكس هنا يقع تسمم. ونلاحظ الآن أن مثلا مصابين ببعض أمراض الكبد مثل التهاب الكبد بيوسي، يجب أن لا يتناول الأشياء التي يكثر فيها الحديد، بما في ذلك الطحين الآن الدقيق المقوى بالحديد أو المدعم بالحديد، وكذلك اللحوم الحمراء والكبد والطحال وما إلى ذلك. هذه يجب لا يقرب. لماذا؟ لأن الكبد هو مركز الحديد، وإذا كان هناك حديد بكثرة لذلك سيكون الكبد يصبح حش وسيصاب أشياء. ولذلك لما نطلب مثلا تحليلات مثلا ترانزامينات، فنطلب معها يعني البيليوريبين لنرى حالة الكبد، ثم نطلب الفيريتين كذلك يعني لننظر إلى تركيز الحديد في الكبد. هذه القطاني تختلف في تركيبها، ولذلك يعني هناك مثلا العدس غني بالحديد حديد، والحمص فيه تركيز حمض الفوليك أكثر من القطاني الأخرى. نجد الفول أنه فيه الدوبا وفيه يعني لا توجد في نجد الصوجة مثلا في حمض الأوميجا 3 وفيها زيوت هي لا توجد في القطن الأخرى. ولذلك نوع الله سبحانه وتعالى هذا الأكل في الطبيعة، وهذا التنويع هو خلق من خلق الله، هو من خلقه ومن معجزاته. يكفي البشر أن يأكل ما خلقه الله فقط. يعني هناك لائحة 7 قطن كان أكثر من قبل لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، كان أكثر بكثير لأن هناك أنواع اندثرت، ولكن كان يعني هناك أنواع كثيرة بالآلاف
تعد بالآلاف. فنحن نكتفي الآن ببعض الحبوب، نكتفي ببعض القطاني، نكتفي ببعض الخضر أو بعض الفواكه، ولكن الخلق كان أكثر بكثير مما هو عليه الآن، وكان الإنسان أشد مما هو عليه الآن. ولذلك نحن الآن في عصرنا الحاضر كان هناك عصور جرثومية، يعني كانت أمراض جرثومية تؤدي بحياة آلاف من البشر دفعة واحدة، يعني الأوبئة مثل حمى التيفويد، مثل السل، مثل الجدام، مثل الجدري، هذه الملاريا، هذه أمراض أودت بحياة كثير من الناس حتى أن ممكن أن تبيد يعني منطقة كلها. الآن عندنا أمراض أخرى هي تتترتب من التسممات الداخلية، لمنها سرطانات، لمنها الحساسية، لمنها أمراض الآن تترتب عن هذا سوء، مش سوء التغذية من الناحية الكمية، إنما سوء التغذية من ناحية طبيعة هذه الأغذية وكذلك تنويعها. فالأشخاص الذين لا يستهلكون قطاني مثلا، لا يستهلكون قطاني، هؤلاء أشخاص لديهم جسم متسمم. لماذا؟ لأن بدون المولبدين لا يمكن لمكونات الكبريت أن تخرج من الجسم، والآن الجسم يستنشق كبريت في الهواء بكثرة. ثم بدون قطاني ستكون طاقة ناقصة، الناس الذين يستهلكون لحوم مثلا في البوادي وما إلى ذلك، فلحمهم هو الفول والحمص والعدس والفاصوليا كذلك. ثم هناك بعض الأملاح المعدنية مثل النحاس ومثل الزنك ومثل الفوسفور، يعني وغني هذه والكلور، التي ترمم الجسم كذلك وتساعد بعض الأنزيمات على الاستقلاب وعلى فيزيولوجيا الجسم لكي تتخلص من هذه السموم. فهذا هذه القطاني تدخل في الحب، في لائحة الحب، والحب هو أصل التغذية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التغذية لها أساس، أساس معنى أساس، أننا الأشياء التي نستهلكها يوميا والاستغناء عنها يكون فيه ضرر، هي الحبوب، منها النشويات، قمح، شعير، ذرة، نشوفان، زؤان، ثم معها القطاني. لماذا؟ لأن النشويات مع القطاني نأخذ وجبة كاملة فيما يخص الأملاح المعدنية والألياف الخشبية والفيتامينات والكالوريات والحمضيات الأمينية والدهون، يعني إذا اجتمعت هذه الحبوب مع القطاني. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى دائما نجد في الآيات التي وردت في كتاب الله أنها دائما تتكلم عن الزرع وعن الحب. نعم. وهذا الحب هو الأول دائما الذي في تغذية الإنسان، هو الحب، ثم تتبعه الفواكه. ولا ننسى أن الخضر كذلك فواكه، أن الخضر تعتبر فواكه، لأن من فاكهة هي التي تخرج من الأزهار، يعني لما تزهر هذه النبات يزهر ويعطيه، هذه تسمى فاكهة اللي كنسميها احنا يعني بالإنجليزية الفروت. فهذا اللي يعني طماطم فاكهة يعني والسفرج الفاكهة والفلفل الفاكهة، هذه تعتبر تدخل مع الفواكه وكذلك يعني الخضر. هناك خضر هو جاءت من اسم الكلوروفايل، لأن الكلوروفايل له لون أخضر، ولذلك سمينا خضر لأنها تظهر في الطبيعة خضراء هكذا. والخضر هي تشتمل على الأوراق الخضراء وعلى الخضر التي نعهدها، التي نعرفها الآن نستهلكها، ولكن المكون القطاني هو مكون ضروري جدا. وهذا الحمص يستهلكه الناس على شكل مسلوق. نعم. المغرب كاين مناطق بحال منطقة الدكالة، يعني حتى الشاوية كانوا يعرفون هذا الحمص مسلوق، كانوا كنسميوه باللغة العامية ديالنا طيب هاري. هو جيد للأطفال، جيد للأطفال. لماذا؟ لأنه فيه كالوريات، يعني فيه بروتينات للأطفال، وفيه أملاح معدنية، وما يخليش الأطفال يتسموا، ما يخليش يعني، وما فيش حتى بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل ما فيش دهون. هو ما فيش شحوم، يعني ممكن مثلا بسيط هكذا، يعني أصحاب السكري مثلا يعني الشحوم تسبب لهم مشاكل، ولكن لكي لا يكون هناك نقص في الكالوريات باش يعوضوا هذوك البروتينات، فيتنحاوا عن اللحوم، يوقفوا استهلاك اللحوم الدسمة، ثم يستهلكوا قطاني، يستهلكوا الحمص، أو ممكن أن نغني مثلا دقيق القمح، ممكن أن نغنيه بدقيق الحمص، نزيد مثلا 10% من دقيق الحمص، ثم يصبح هذا الدقيق مغذي، فيه بروتينات وفيه كل ما يحتاجه الشخص. وهذه الأشياء كان يعدم عدوى إليها الناس، ثم ممكن أن نشربه ونستهلكه على شكل حساء، أو ممكن يخضروا به الناس مع مع الحم علي. عندنا في المغرب يالله هذوك الرجلين، هذوك الكرعين هما اللي كيخضروهم بالحمص، ولكن ممكن مثلا كيضيفوا مع الكسكس، ولكن ممكن الحمص نخضروا به الحريره طبعا. نعم يالله علي الاستهلاك يكون في رمضان جيد، ولكن هذا يعني الحمد لله ان الناس كيستهلكوا الحمص وماشي بكثره، يعني لازم يستهلكوا الحمص يوميا.